والجميلة انتصار، كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده ربنا يعيد عليكم الأيام الحلوة دي بالخير والسلام يا رب. كل انتي سنة كمان وانتي يا رب طيبة، وكل يعني حبايبك. عملتي أدوار كلها أحلى من بعض، وكلها أعمال الحقيقة نجحت نجاح يعني كبير جدا ما شاء الله، الله أكبر، عملتي يعني نقلة كبيرة جدا، شفناكي في أعلى نسبة مشاهدة بشكل جديد ما شفناش انتصار فيه قبل كده. ايوه صح، هو انا تلقيت والله تهاني، ولاحظت ان فيه اهتمام غير عادي من اول يوم رمضان، ودي انا بقولها في كل البرامج يعني. وكانت مفاجاه بالنسبه لي النجاح الكبير ده ومن اول يوم رمضان. فانا عايزه اقول لك ان انا طول شهر رمضان مستمتعه بتهنئه الصحاب والاصدقاء والفنانين والمخرجين، واللي بسطني اكتر اللي بيتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور نفسه، بيكتبوا نقد وبياخدوا شطات من مش شغل، وليه عجبتنا في المشهد ده، عجبتنا في الدور ده، ويبداوا ينقدوا اللبس ويكتبوا حمدية الحوار انتي بيفرغوه كنتي، ويكتبوه. احنا كنا عايشين معاكي لحظة بلحظة بمشاعرك بإحساسك، عيطتينا انا عيطت وزعلتينا كمية عياط من وفرحتينا، حمدية، اكيد انت كمان. يعني حمدية كنتي عاملة دور في أعلى نسبة مشاهدة، لأ يعني مستحيل كنا نتخيل انتصار يطلع منها دور زي ده، دور الأم الست البسيطة الغلبانة اللي بتجري على أكل عيشها وعايزة تربي ولادها، وفي نفس الوقت بتتفاجئ من ولادها واللي بيعملوه والكوارث المتتالية، وكمان يعني حمدية تروحي ترمي كده العمل للست في البيت، رحتي اعترفتي على نفسك. ما بقتش عارفه تنام وحاسه بالذنب من كتر ما ايوه هي مثاليه. مش متوقعه ان هي تعمل كده، مش مصدقه نفسها. طب وام صابرين بقى يا جماعه، انا كانت بطني بتوجعني من الضحك ام صابرين. وبعدين خلاص كل الناس اعتمدت حركه العين دي بايد دي، ايوه ان دي يا لهوي. ما ترديش بنعم، تردي بحركه العين بس. خلاص احنا كلنا بنعمل كده دلوقتي. واللاين ايوه بقى اللي كانت واخداه ام صابرين، وطبعا الفيدباك اكيد جالك من اول حلقتين برضو واول يومين في شهر رمضان، اول حلقتين دول كسروا الدنيا. واللاين بتاع ام صابرين ده كنت بتعمليه ازاي؟ يعني كنت في المشاهد وهم بيتخانقوا مع بعض، انا مركزه ام صابرين بتقول ايه، جايبه كل الحكايات دي منين بتاعت محمود وصابرين. دي عايزه سيناريست لوحدها. ايوه عملتي الست من الدور غير اي ما حلو قوي، بتسويش حاجه يا بيه يا بيه. وضربها ولا هو اللي ضربها الاول، والبيت فدي وولعوا في بعض، وفي سكينه، وفي كل ده كان من الحاجات دي. كنت بتعمليها ازاي ده بالظبط زي ما نيات بتقول، كانها محتاجه سيناريست لوحدها. ام صابرين دي خيال يا ناس، يعني شخصيه خيال، يعني خطيرة. واحدة قاعدة بتنظف وبتشتغل، وأول ما جت قعدت معاهم قالت لهم أنا ما بستعملش التليفون أثناء أداء العمل. وهي على طول وهي مش علاقة متعقدة التليفون في ودنها أساسا. انتصار ازاي قدرتي تعملي دور تراجيدي ودراما وعياط، ودور حمدية في أعلى نسبة مشاهدة، ودور صابرين بقى الدور الكوميدي اللي كله إفيهات وكله حاجات، ازاي عرفتي توفقي؟ يعني احنا عارفين طبعا انت قديرة وعظيمة من زمان، ولكن دورين في نفس الوقت مختلفين بالشكل ده أكيد كان صعب. هو العرض في رمضان بيخليك تصوري كل يوم، مش حل لما بتبقي تعملي دورين، بتبقي كل يوم، وساعات في ايام بيبقى ليل مع نهار ليل مع نهار، لان الاوردر ده ما بيبقاش عارف انك نمتي ولا صحيتي الاوردر ده، فبيدوكي اوردرات اوردرات، فبيبقى تصوير كل يوم. ده اللي ارهقني في الموضوع، ان انا كنت بصور هنا وبصور هنا، كانوا في بس نفس اللي الوقت. نفعني في الموضوع ان كان هنا من غير مكياج وهنا من غير مكياج، ايوه فده صح، يعني كنت طالعه ريحني. طبيعيه فما فيش راكورات بقى ان انت لا ميك اب معين شعر معين، لا انت ما رايحه بتاخديش طبيعي. وقت تجهزي. ايوه بس طبعا كان الدور دوت بيبقى محتاج استعداد كبير. كآبة غير عادي طبعا، لان ظروفها وحياتها واولادها فكنت دايما في مود صعب جدا، لان حمديه دي يعني خدت مني مجهود كبير، خدت مني وقت كتير ارهقتك مش جدا كده؟ جدا. كانت صعبه صعبه. وبعدين كنا بنصور طبعا عشان رمضان، كنا بنعمل عدد مشاهد كتير، فكم المقاسي اللي جوه اليوم عندها لا يحتمل بشر. عشان كده انا بتقطع بقول القلب يعني الأدوار الامهات اللي المصريات اللي في الظروف دي دول ابطال، طبعا طبعا، ودول في اللي منهم هم يعني في زي بيدوسوا على حمدية احلامهم وبيدوسوا كتير على جدا. احساسهم ويدوسوا ايوه على دي قصة نفسيتهم حقيقية. ومكملين الحياة بمنتهى القوة.
يعني وماسكين عايزين بيوتهم بيد من حديد، ايوه دايما وكل حاجة على متألقة. كتافهم هم، دي حقيقة دايما وهنعيش متألقة. وهنكمل وهننجح وهنذاكر وهنلبس وهنعيد وهنطبخ رغم كل المآسي اللي بتحصل جوه اليوم. انتصار ألف مليون مبروك على نجاح كل المسلسلات اللي عملتيها في رمضان السنة دي، انت تستحقي ده. ولكن قبل ما نختم معاكي عاوزين نعرف بتعملي ايه في العيد؟ تفطري كحك وبسكوت؟ هو طبعا كحك وبسكوت، وفي العيد الكبير لحمه، دي معروفه معروفه. كل سنه فنانة وانت جميلة طيبه، انتصار، كل سنه كل وانت سنه طيبه، وانت طيبه، من نجاح لنجاح يا رب دايما ممتعانا كده يعني. بنشكرك جدا الفنانه الجميله انتصار، اتفرجت